نسمع كثيرا عن لجوء كثير من الناس للرقية الشرعية أو الحجامة لأخذ منافعهم بطبيعة الحال، ولكن قد يقع كثيرون في فخ من هم لا يسعون إلى الهدف الرئيسي من الرقية الشرعية، بل يستخدمونها كذريعة لجني المال أو غيره. حول هذه الظاهرة في المملكة المتحدة تحديدا سيكون لدينا حديث من جوانب اجتماعية وقانونية وشرعية بالتأكيد. نرحب بضيوفنا عبر السكايب، الإعلامية والناشطة الحقوقية ريما إبراهيم، وأيضا الخبيرة القانونية سمية الدريدي، وينضم إلينا كذلك الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء في بريطانيا. نرحب بالجميع عبر السكايب، أهلا وسهلا بكم. يعني دعونا بداية نوضح طبيعة هذه الظاهرة للمشاهدين. أستاذة سمية، نبدأ معك يعني حول المسألة السلبية أو الظاهرة السلبية في بريطانيا والمنتشرة في المملكة المتحدة جراء انتشار بعض مراكز الحجامة والرقية الشرعية. نعم، هناك ظاهرة سلبية للأسف، لأنه ما في قوانين أصدرتها البرلمان أو أصدرتها مثلا جهات تنظيمية من ناحية الحجامة في بريطانيا، فلهذا السبب ما في شروط مثل ما حكيت برلمانية تأكد على الناس اللي بيمارس الحجامة أنه لازم يكون معهم مثلا شهادة أو رخصة أو إلى ذلك. فعشان هيك نحن بنلاقي حالات ناس بيروحوا مثلا على الحجامة وبعدين بيحكوا انه صار معهم ظروف او مضاعفات من بعد هالممارسة. نعم، أستاذة ريما ايضا اريد ان اسمع منك يعني حول طبيعة هذه الظاهرة في المملكة المتحدة. اولا هذه الظاهرة اصبحت منتشرة بشكل كبير جدا في ارجاء بريطانيا بشكل عام. الحجابة اصبحت مرغوبة من قبل فعلا الجالية البريطانية المسلمة وغير حتى المسلمة، يعني اصبحت فيها اصبح فيهم ارتياد لهم او اصبحوا يرتادوا الى هذه المراكز المنتشرة. الجمعية البريتش كونسل سوسايتي، الجمعية البريطانية للحجامة التي تأسست 2008 من قبل أطباء وخبراء من الحجامين وبعض المهتمين بمجال الصحة، حاولوا فعلا كما ذكرت المستشارة القانونية سمية بأن تكون بشكل قانوني ولها قانون خاص، ولكن حتى هذه اللحظة نعم رغم وجود التراخيص لأنها للأسف لم تلقى الترخيص الثابت لمزاولتها. ولكن مع ذلك هناك أكثر من 55 تقريبا مركز للحجامة في بريطانيا، إذا أردت البحث عبر جوجل ستجدين أن بعض المعلومات بسيطة جدا وليست مكثفة على حسب ما تصرح به الجمعية البريطانية للحجامة. وأيضا هناك في التعداد السكاني للمسلمين في بريطانيا 2018 الإحصائية الأخيرة التي قدمت ب 3,377,966 مليون من المسلمين المتواجدين على الأراضي البريطانية، البريطانيين المسلمين وغيرهم، فعلا صار لديهم رغبة شديدة في هذا الوقت الآن، وخصوصا بعد ازدياد ارتفاع فيروس كورونا وكوفيد إلى ارتياد إلى هذه العيادات. ولكن السؤال هو إلى أي مدى قد تكون هذه العيادات فعلا هي ذات كفاءة ويعني هي لديها التراخيص والتأمين والكفاءات لأصحاب الحجامين الذين يقومون بالحجامة. السؤال أنه للأسف هناك فوضى وعشوائيات تحدث بين كل هذه العيادات والحجامة ومزاولتها من قبل ناس ليست لديهم أي خبرة أو شهادة أو تأمين، والتأمين مهم جدا وتراخيص، وهناك أيضا يعني شروط قانونية أساسا لم يستوفوها للأسف لمزاولة الحجامة، مما أدى إلى أضرار يعني كبيرة جدا بين المرتدين لهذه للحجامين الذين يقومون حتى بزيارة البيوت أو ذهاب المريض إلى
منزل الحجام. أستاذة ريما أعذريني، نعم. سأقف عند هذه النقطة، ما طبيعة الأضرار؟ يعني حدثينا عن الآثار الاجتماعية أو النفسية التي رصدتموها جراء ارتداء، يعني جراء الذهاب لهذا النوع من المراكز غير القانونية، نعم. أو غير المؤهلة. النقطة الأولى والأساسية كما ذكرتها زميلة سوية بأن المشاكل الصحية للأسف التي تنتج عن عدم الخبرة أولاً، والأضرار الصحية لكثير من المرتدين للعيادات كانت مرخصة أو غير مرخصة، لأنه بالأساس كما ذكرت هناك بريسيجة أو شروط لابد الحجام يتبعها. بس أعطي مثلا عندما يرتاد أولا الشخص أو يذهب إلى العيادة، أو الشخص ذو كفاءة وشهادة ولديه تأمين وترخيص قانوني، عليه أولا أن يراعي كل هذه المعلومات التي تخص المريض بحالته الصحية، وتكتب ويعني تسجل كل المعلومات، وهي عبارة عن تاريخه الصحي، نعم. وكل المعلومات ما يرتبط حتى يتجنب أي مشاكل من بعد أو تبعيات صحية. هذه من ناحية أولى، وهذه قانونية جدا، إلى جانب إذا كان هذا المريض قد يكون لا يعرف أن لديه مشكلة صحية مثلا، نعم. الناس اللي لديهم مشكلة في سيولة الدم لا يستطيعون أن يستخدموا الحجامة، صحيح. الذين لديهم مشاكل في القلب والسرطانات وأمراض خطيرة جدا، وأحيانا الحجام يقوم بالحجامة بأماكن خاطئة غير سليمة، حتى وإن كانت لديه تجربة، في النهاية قد يغرس في عمق العروق وقد ينتج منها نزيف، وحدثت كثير من المشاكل كدخول البعض إلى المستشفيات بسبب الأعراض الجانبية والأخطاء التي يعني يستمر في مزولتها الحجام. النقطة الثانية هي أنه كثير للأسف لدينا بعض الاستغلال كان المالي، ليست هناك للأسف أي مثلا ليس هناك قانون يحدد قيمة الحجامة، فكل عيادة وكل شخص يقوم على يعني هكذا عشوائيا يعطي الرقم الذي يناسبه، وهنا يكون في استغلال للناس ماديا. النقطة الثالثة وهي الأخلاقية، بمعنى أن هناك تحدث بعض المواقف للأسف من قبل الحجامين الرجال بسبب عدم وعي النساء بأنه قد تكون أو تستطيع أن تذهب إلى امرأة تعمل لها الحجامة، ولكنها تذهب إلى حجام، ومن هنا يكون استغلال أو تحرش بكل أنواعه، وللأسف هنا تحدث المشكلة الأكبر أو الطامة الكبرى بصمت كثير من النساء على هذه التحرشات، رغم أن لديها الحق بأن تقدم شكوى قانونية. نعم، جميل، يعني تقديم جميل أستاذة ريما حقيقة حول طبيعة هذه الظاهرة. لابد أن أعود للأستاذة سمية هنا حول الجانب القانوني، لأنه أستاذة ريما ذكرت يعني معلومات مهمة جدا تتقاطع مع الجانب القانوني. فعليا ما هي القاعدة القانونية في بريطانيا لافتتاح مراكز الحجامة؟ الصوت أستاذة سمية. فنحن عندنا جمعية البريطانية للحجامة، فهذه عم تحاول إنه تطبق نوع من القانون في بريطانيا لكل الناس اللي بيمارسوا الحجامة، تطلب عليهم إنه يكون عندهم رخصة، يكون عندهم شهادة لمارسة الحجامة. تلاقي إنه كثير من الناس الموجودين مثلا على الجمعية البريطانية للحجامة عندهم كمان خلفية طبية، إنه يكون في تأمين. معظم المراكز الصحية ببريطانيا بتلاقي فيها تأمين، لأنه إذا صار في خطأ أو إهمال الشخص هذا بيلاقي إنه في تعويض مالي أو غيره. فمهم جدا إنه يكون في رخصة، يكون الشخص عنده شهادة، طبعا منيح إن إذا يكون الشخص كمان عنده خلفية طبية، وإنه يكون في رخص في تأمين، والمركز نفسه اللي يقام فيه الحجامة يكون كمان مسجل
عشان إذا الشخص حاب إنه يعرف معلومات أكثر مين الناس اللي بيمارسوا، قديش إلهم خبرة، قديش إلهم عم بيمارسوا بهالمركز، بيلاقي كل هالمعلومات إذا كان المركز كمان مسجل. كيف ممكن، معلش، كيف ممكن نعرف هذه المعلومات بالنسبة للإنسان العادي الذي يرتاد هذا المركز؟ كيف يمكن أن يطلع على هذه المعلومات ويعرف بالفعل أنه هذا المركز قانوني؟ هل يوجد آلية تقييم معينة في بريطانيا لهذه المراكز؟ فما في آلية تقييم معينة، لكن الجمعية البريطانية للحجامة إذا المركز مسجل مع هالجمعية بتلاقي معلومات المركز، المختصين اللي بيشتغلوا بالحجامة المركز، إذا عندهم خلفية طبية أم لا، هل عندهم رخصة، هل عندهم تأمين، كل هالمعلومات بتلاقيها. لكن في بعض أغلبية الناس اللي بيمارسوا الحجامة أو بعض منهم بتلاقي إنهم ما هم مسجلين، فصعب كتير إنه الشخص يعرف هالمعلومات. فإذا شخص ما هو متأكد مثلا، إذا ما لقى المعلومات عبر الجمعية البريطانية للحجامة، فيه إنه يتواصل مع الشخص اللي بيقوم معه بالحجامة ويطالب بالشهادة، بالرخصة، هل عندك تأمين، وين بالضبط عم يمارس الحجامة، هل الشخص هذا عم يمارس الحجامة ببيته أو بمركز خاص نظيف معقم وإله خصوصية كمان. فكل هالنقاط، يعني في بعض التحريات للأسف الشخص لازم يقوم فيها، مو مثل إذا بتروح على طبيب عادي. لكن إذا بتلاقي إذا المركز أو الشخص مسجل مع الجمعية البريطانية للحجامة، فهذا طبعا بيساعد عشان بيعطيه معلومات أكثر عن المركز أو عن الشخص اللي بيمارس الحجامة. نعم، نأتي للشيخ حسين، أهلا بك مرة أخرى. يعني لو تحدثنا، الحجامة فعليا سنة وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما هي الضوابط الشرعية للحجامة حتى نعرف يعني أنها صحيحة ونتجنب عمليات التضليل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيدي إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين. أحييك أختي الفاضل، وأحيي الزميلتين الكريمتين الضيفتين معك، وأحيي إخواني أخواتي المشاهدين في كل مكان. والحجامة نوع من الطب، ليس كما تصور بعض أنها شيء إنها جعل للعبادة كصلاة ركعتين لله تعالى، كصيام أيام الاثنين. يبدو للأسف هنالك مشكلة في الصوت. شيخ حسين حضرتك معنا؟ نعم تفضل. نعم. لو تعيد الإجابة لو سمحت. نعم، قلت بأن الحجامة نوع من الطب، ذلك الحديث إن خير ما تداويتم به، ما تداويتم به من يعني أدوائكم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة. وقلت بأن الحجامة ليست كما يتصور البعض أنها نوع أو أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم أفعل الحجامة فأنا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الطب في هذه الأيام كان يقوم على عدة أمور، كان يقوم على الحجامة، كان يقوم على مثلا الكي، كان يقوم على عدة أمور. والحجامة ليست عربية الأصل، إنما هي لها مراجع إلى الصين، لها مراجع إلى الفراعنة، وأخذ العرب عن هؤلاء. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم في محيطه الذي كان يعيش كان يوجد الحجامة كنوع من أنواع الطب، فكان إذا يعني أصاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان يحتجب. لكن أيضا لم يكن النبي يرى أن الحجامة هي علاج لكل أمر بأي حال من الأحوال، بمعنى كما يحدث في يومنا هذا الإسهال في استعمال الحجامة، حتى صرنا نرى يعني
هكذا الناس يتعاملون بها. وسيدنا رأى حتى الذين يقومون بها ليسوا متخصصين. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف هذا الإنسان حجاج، كانت هذه وظيفته وكان هذا عمله وكان خبيرا بها، كان يعرف أضرارها ونافعها وأين تكون وإلى آخره. اليوم نحن نرى أن الحجامة يعني صارت تحت زعم أنها من السنة وأنها عبادة، نرى أنها خرجت عن المشروع وصار أمر يسيء إلى الإسلام وإلى نبي الإسلام محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه بأبي، يعني لما مرض وعاده النبي عليه الصلاة والسلام دعا له واستدعى له طبيبا، لم يكن يرى الحبيب في هذا الوقت أو في هذا المرض مثلا أو عند هذه الحالة أن القضية تستدعي حجام، وإلا لاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام حجام. في مرض الذي يعني مات فيه صلى الله عليه وسلم لم يستدعي الحجام، لأن الأمر خارج عن إطار ما 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 يمكن أن يقوم به الحجام. خلاصة ما أريد أن أقوله يا سيدتي أن الحجام هي وظيفة طبية، نوع من أنواع الطب كان عند العرب استخدموه من الصين وتعلموه من غيرهم وصار نوع من أنواع العلاج. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجده بين قومه فتعالج به، وكان ينصح به أصحابه إذا خير بين الحجامة وبين الكي بالنار، فكان يقول أن أكره الكي بالنار بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. لكن كانت الحجامة نوع من أنواع العبادة التي يتعبد بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى، كما يتعبد لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتشريع. لم ينظر الفقهاء إلى الحجامة على أنها كذلك، إنما نظروا إليها كما ذكرت على أنها نوع من العلاج، وليس كل ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم نحن تعبدنا أن نقوم به على أنه سنة. هناك أشياء قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وعملها نوع من العادات التي كانت بين قومه، هناك أنواع أو أشياء اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم كبشر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي نوع كبشر. عندما كان يعني أهل الخاص يأتون فيقسمون إليه صلى الله عليه وسلم فيقول إنما أبشر مثلكم وأنكم تختصمون إلي، وإن أحدكم يكون الإحانة في حجة أخيه فأقتطع له شيئا من حق أخيه، فإن أخذه قد أخذ يعني شيئا اقتطعت له كما في الحديث قطعة نار جهنم. يعني شيخ حسين بناء على كلامك، توضيح جميل جدا، بناء على كلامك لا يصح الربط ما بين الحجامة والرقية الشرعية كشكل من أشكال الشفاء الروحي حسب ما يعتقد البعض، أليس كذلك؟ لا لا لا، الرقية الشرعية شيء آخر. نعم، الرقية الشرعية تستعمل في كل وقت وفي كل حين، تستعمل صباحا ومساء، تستعمل يعني في أي حالة كان الإنسان. لكن أيضا مع الرقية الشرعية إن كان بالإنسان بأس مرض عليه أن يذهب إلى الطبيب. النبي يقول ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم له طبيب يعالج، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه، وكان يرقي الحسن والحسين، و في مرضه كانت تقرأ السيدة عائشة رضي الله عنها المعوذتين ثم تنفخ في يده ويمسح بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. الرقية شيء والحجامة شيء آخر. الحجامة هي نوع من أنواع الطب العملي، دائما أنا يكون عندي شيء في بطني أذهب إلى طبيب الباطنة فيكتب لي علاج لهذا، عندي جراحة أذهب إلى الجراح نعم ليعطيني شيء. كذلك
قد تنفع الحجامة وقد لا تنفع كما ذكرت الأستاذة ريمة في بعض الأمراض لا تنفع مع الحجامة، ربما قد تؤدي إلى الموت وربما قد تؤدي إلى الهلاك. وأنا عندي بعض النماذج حدثت مع بعض الناس في هذا، أطيروا من الحجامة ولم يستفيدوا منها. نعم أستاذة ريما، لماذا ذكرنا الرقية الشرعية؟ في بريطانيا أيضا توجد عمليات استغلال من قبل بعض المراكز التي تدعي أنها تقدم رقية شرعية، أخبرينا عن هذه الظاهرة أيضا. أولا أشكر الشيخ حسين حلاوة الفاضل يعني بحديثه الواقع الذي يمس واقعا، نحن نتحدث عن تجربة واقعية في بريطانيا عن حجم الجالية أو المسلمين البريطانيين في بريطانيا وماذا يحدث من ظواهر غير سليمة وغير صحية. نعم. للأسف أنه لا توجد رقابة، لا توجد رقابة، يعني للأسف رغم أن بعض رجال الدين يحاولون بالنصح والإرشاد بتقنين كمراكز الحجامة، بتقنين رجال الدين الذين يقومون بالرقابة، يعني أعتذر، يعني في منهم قد ينسبون أنفسهم برجال الدين باسم الدين ومزاولة الرقية الشرعية. كمان لها محاضير وأخلاقيات، للأسف أصبح هناك تجاوز غير أخلاقي، وخصوصا عند البعض، أنا أقول أذكر البعض في بريطانيا باستخدام الرقية للنساء أيضا والرجال، ومن هنا تنتج الاستغلال مرة أخرى المالي والغير أخلاقي، وحدثت قصص من قبل نساء يتداولنها في المجتمع البريطاني بأن هذا الراقي عندما يرقي المرأة، وخصوصا إذا كانت فئات فيرنابول، يعني بمعنى نساء ضعيفات ليس لديهن رجل أو عدم وعي كامل شامل بالدين وبمعنى الرقية، وعليها أن يكون لديها معها محرم ليحميها، تكون لوحدها، يكون هناك استغلال غير أخلاقي بشكل آخر، وحدثت فعلا. ولدي قصص كثيرة من النساء التي اشتكينا وقدمنا شكاوي، ولكن للأسف لم يستطعنا أن يبحنا بما حدثت لهن من تجربة سيئة، أصبح من بعد لديها أضرار نفسية حتى تصل إلى مرحلة الاكتئاب دون أن تقدم أي شكوى، لأنها لا تعرف حقوقها أولا ولا تعرف إلى من تلجأ، ثانيا الخوف من السمعة للأسف التي المجتمع، يعني أغلب في المجتمع يخاف من السمعة بأن أصبح هناك تحرش. أستاذة ريما معلش للتوضيح، هل هؤلاء النساء يذهبن إلى مراكز فيها راقي شرعي أم يذهبن مثلا إلى منزل؟ يعني يذهبن إلى مراكز ويتعرضن لبعض الإشكاليات الأخلاقية؟ نعم، يذهبن إلى، يوجد لبعض منهم مكاتب خاصة، لا أدري إذا كانت مرخصة، هل هي لديها معلومات الحكومة دقيقة عن هذه المكاتب، ومنهم من يذهب إلى منزله، ومنهم من يعني الراقي يذهب إلى منازل الأسر والعائلات، هذه هي الطريقة التي يعني تزاول بها. بالنسبة للحجامة نستطيع أن نقول أنه قانونياً يمكن التأكد نوعاً ما رغم وجود رجال ونساء يزولون الحجامة بدون تراخيص وبدون شهادة وبدون حتى تأمين في منازلهم، تأتي المريضة وتذهب إلى منزل الحجامة أو الحجام. أما بالنسبة للراقين للأسف هم يعني انتشروا انتشار لحاجة اليوم المجتمع للأسف المسلم الذي يعاني من مشاكل نفسية أو مشاكل أخرى كالسحر وغيرها والاعتقادات وبعضها صحيحة والعين وغيرها، فأصبح هناك رواج للراقين. ما في رقابة كما ذكرت، ما في يعني مثلا ترخيص أو من المسجد أو من مركز إسلامي، في بعض المراكز أيضا يوجد لديها الراقي في داخل المسجد، لا أدري مدى صلاحية ذلك. نعم. قد يفيدنا الشيخ الفاضل حسين حلاوة بأنه إذا ذكر لنا مدى تأثير ذلك وكيفية التأكد
من سلامة الذي يرقى عليه أو ترقى عليه من النساء. نعم. طيب نأتي للشيخ حسين، يعني تحدثنا عن الضوابط الشرعية للرقية الشرعية، وكيف بالفعل نعرف أن هذا الشيخ مؤهل لأن يكون راق شرعي؟ الرقية الشرعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت كان يرقي الحسن والحسين وكان يعوذهما كما في حديث مسلم والبخاري: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان يقرأ عليهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم ينفث في يده نفخة ويمسح ويقول: كان أبوكم، يعني سيدنا إبراهيم، يعوذ بهما يعني ولديه إسماعيل ويعقوب. نعم. لا يا سيدتي، الأمر لا يعد أن تكون آيات وأحاديث يتلوها الإنسان وينفق في يده ثم يعني هكذا يعني يمسح بهما وجهه وجسده، لكن هل هذا يبيح لي أنا كإنسان أن أضع يدي على أي امرأة وأن يعني أفعل هذا مع لا بأي حال من الأحوال؟ لا يجوز هذا. ولذلك كما أن الحجامة خرجت عن أصلها كعلاج وصارت سوقا رائجا، يعني يأتيه كل من هب ودب وأصبح الناس يسترزقون منها، وهكذا أصبحت كذلك الرقية. حتى رأينا قنوات تلفزيونية ورأينا أناس ربما لا يصلون وربما لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، وأنا أسمع من يرقي وهو لا يصح أو لا يصحح قراءته كتاب الله ليس صحيح، ومع ذلك ترينه يعني يزعم أنه يرقي. لا أدري كيف يرقي. نعم. بإنسان لا يستطيع أن يقرأه. هناك ضوابط شرعية في التعامل مع هذه الأشياء يا سيدتي، لا بد أن سواء كان الراقي في المركز أو في غير المركز لا بد أن ينضبط بها، فلا تجوز خلوة بحال من الأحوال، ولا تجوز أن يمس الراقي يد امرأة لا تحل له غير زوجي أو ابنتي أو أختي أو هكذا النساء. ها؟ ولا يجوز الراقي بحال من الأحوال أن يفتح محل دكان ثم يزعم بأنه يعني هذا المحل يبيع الرقى ويصدرها ممكن خارج بريطانيا ربما إلى الدول. يعني الحقيقة أصبحت نرى مهازل في استعمال الهدي النبوي، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور كما رأينا. نعم. طيب نأتي أخيرا للأستاذة سمية، يعني في حال حدث هنالك أي نوع من التجاوزات سواء كانت المالية أو الأخلاقية في هذه المراكز، أين يلجأ المسلمون؟ يعني ما هو المخرج القانوني لاسترداد حقوقهم؟ فالجواب ينقسم لقسمين. أول واحد، إذا صار في إهمال أو خطأ وصار في مضاعفات، فالشخص يقدر يقدم على تعويض. هذا إذا كان حتى إذا الشخص عنده رخصة أو ما كانت عنده رخصة، فيمكن إنه يطالب بتعويض مدني عن الإهمال أو الخطأ. لكن طبعاً بيساعد إذا كان الشخص اللي يمارس الحجامة عنده تأمين، فبيلاقي إنه لما بيقدم على تعويض في سهولة أكثر لإنه يحصل على التعويض إذا صار في خطأ أو إهمال. من ناحية إذا صار مثلاً في تحرش أو اعتداء أو إلى ذلك، يعني أي شيء نعتبره تحت القوانين الجنائية، الشخص يقدر يقدم شكوى للشرطة، وبعدين الشرطة بتقوم بتحرياتها، ويعني وإذا كان لازم يمكن تفكر هالمركز أو هذا الشخص يصير يعني يقف عن هذا العمل، لأنه طبعا إذا حاول مع شخص إذا كان في اعتداء أو تحرش
فمهم جدا انه الشخص يروح على الشرطه ويخبرهم انه صار في اعتداء او تحرش عشان الشرطه تقوم بوظيفتها لتحمي مو بس هذا الشخص بس المجتمع ككل. من ناحيه اذا صار في يعني الشخص طالب بأموال مثلا كثير يعني طلب ل انه يقوم بالحجامة وكان دائما عم بيطالب بأموال كثير فإذا هو يعني على حسب القضية فيمكن في حالات انه يقدر الشخص يقدم فيها بتعويض لكن يمكن يكون شوي صعب عشان طبعا اذا مثلا انا طلبت عليكي ما بعرف 100 جنيه لأقوم بالحجامة مثلا فأنت كنت واعية أني أنا طالبة عليك هذا المبلغ وأنت قبلتي أن تدفع هالمبلغ ليكون في يعني ممارسة الحجامة. فمن هالناحية مهم جدا أن الشخص يقوم بتحرياته قبل ما يدفع أي مبالغ أو يروح على أي مركز أو يعني يصير أي شيء. فالتحريات قبل مهمة لكن طبعا إذا صارت في مضاعفات أو أي نوع من التحرش فبهالحالة في تعويضات مدنية أو جنائية. نعم. للشخص. معلش شيخ حسين، ذكرت الأستاذة ريما أيضا مسألة الرقابة من قبل المراكز الإسلامية ورجال الدين الثقات، أين هم يعني من هذه المراكز؟ هل في حال لجأ شخص إليهم يمكن أن يقوموا بالمطلوب؟ لا شك إذا كان في استطاعتهم ذلك، لأن أنت تعرفي أن كل مركز هو رقيب على نفسه، ولا إلا إذا كان هناك مثلا اتحاد يجمع المراكز ويستطيع هذا الاتحاد أن يعاقب هذا الإمام والذي أساء أو هذا الشخص في هذا المركز الذي أساء يستطيع ذلك، لأن هذا العمل إذا خرج عن 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 عن, عن عن أخلاقياته وعن مشروعيته أضر بسمعة الإسلام وبسمعة المسلمين قبل أن يضر بسمعة المركز، وقد يؤدي إلى كما ذكرت الأخت الفاضلة إلى إغلاق المركز، قد يؤدي إلى ذلك. هناك حالات للأسف يعني تم الإساءة يعني باستعمال الرقية إليها وأساءت إلى الدين وإلى الإسلام وإلى الأخلاق، والإسلام منها براء. ولذلك أنا اسمحي لي قبل أن أختم، أنا أدعو الناس قبل أن يذهب إلى أي إنسان يأخذ منه الرقية عليه أن ينظر من هذا الرجل. لما ذهب إلى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه طلب منه الرقية شفاه الله سبحانه وتعالى، وفي المرة الثانية قال كيف أذهب وأقطع هذه المسافات، فذهب إلى آخر إلى جواره فظل يقرأ عليه ولم تحدث له أي شيء، فقال لو أنا ذهبت إلى الإمام أحمد ورقاني وبرئت وجئت إليك، قال ذاك الإمام أحمد، هذا الإمام أحمد بن حنبل. فالإنسان أيضا لا بد أن ينظر أهل التقى أهل العلم أهل هكذا مع الضوابط الشرعية كما أقول، ولا يصح بحال من الأحوال أن تنتهك الضوابط الشرعية تحت اسم الرقية أو الحجامة أو المرض أو شيء من هذا القبيل. نعم، حقيقة شكرا جزيلا الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء على هذا التوضيح، أيضا شكر خاص للإعلامية والناشطة الحقوقية ريما إبراهيم والأستاذة والخبيرة القانونية سمية الدريدي، شكرا لكم جميعا.